في إطار أشغال الدورة الثامنة لقمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية أفريسيت 2018 بمراكش، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجامعة الأخوين بهدف تقوية قدرات رؤساء مجالس الجماعات الترابية والأطر الإدارية بهذه المجالس في مجال تدبير الشأن المحلي. اتفاقية اللي وقعنا اليوم الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية مع جامعة الأخوين تهدف إلى عقد لقاءات تكوينية لرؤساء الجماعات ولكن أيضا إلى الإدارات الجماعية. الهدف منها هو الرفع من مستوى الجماعات الترابية لكي تؤدي خدمات للمواطنين والمواطنات في المستوى، وبالتالي الكل يؤكد بأن التكوين ضروري، تكوين المنتخبين والإدارة الترابية من أجل تحسين أدائها وتحسين مستواها. هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية محمد بودرة وعميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة الأخوين عبد الكريم مرزوق تهدف إلى تنظيم دورات تدريبية للتكوين واستكمال التكوين لفائدة رؤساء مجالس الجماعات والأطر الإدارية وإحداث بنية مشتركة للبحث العلمي في مواضيع خاصة بالتنمية المحلية. اليوم تم المصادقة على جوج ديال توقيع عفوا اتفاقيتين، اتفاقية مع الجمعية الوطنية المغربية لرؤساء الجماعات. إذا تضم الجمعية مجموعة من المحاور، الأساس ديالها تكوين المنتخبين وتكوين كذلك موظفي الجماعات المحلية بالمغرب بصفة عامة، وكذلك القيام بأنشطة علمية كندوات ومواضيع مختلفة. بالنسبة للوالمس الاتفاقية كذلك تهم تكوين، ولكن هناك مشروع، أول مشروع اللي حنحاولوا نتلقوا مع والماس هو المدينة الذكية لوالماس أو المدينة الرقمية. هذه اتفاقية مع جامعة معترف لها بدور مهم في تنمية القدرات ديال المنتخبين، أيضا في نفس الإطار اللي قامت به جمعية رؤساء الجامعات، الجامعة والماس بغات باش تركز أكثر على رقمنة وعصرنة المساطير ديال الجماعة في لخدمة المواطن في ظروف جيدة وأحسن، ولكن أيضا الجامعة غادي تواكبنا في واحد مجموعة ديال الأوراش، منها تأسيس مجموعة الجماعات، العمل على تشخيص واحد المجموعة ديال الاحتياجات ديال المنطقة ما يخص التنمية. وبهذه المناسبة تم كذلك التوقيع على اتفاقية ثانية بين جامعة الأخوين وجامعة والماس حول مشروع المدينة الذكية، وهو المشروع الرامي إلى رقمنة الخدمات العمومية بالجماعة إلى جانب مواكبة الجماعة في أوراش التدبير المحلي ومسلسل تأسيس مجموعة الجماعات بالمنطقة لضمان التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية.